الكاس المحبة علينا يدور، فأهلا وسهلا بمن زارنا أمير الملاح وزير البذور. مشاهدينا الكرام في كل مكان، مساء الخير عليكم، أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد الجديد من حصة في البلدي. في البلدي نتابعوها كما جرت العادة من هذه القاعة الجميلة، قاعة البرستيج الموجودة بعين البنيان. نشكر مسؤوليها على حسن الضيافة. مشاهدينا الكرام، اليوم إن شاء الله نجوزوا سهرة كما يحب الخاطر. لماذا؟ لأنه الفنان تاع اليوم قدير في الساحة ولكن الجمهور الكبير ما يعرفوش، وإن شاء الله على بالي يعجب الجميع. بدون إطالة نبداو الفرح نتاعنا مع فرقة الزرنة تحت قيادة رابح عزوز. Thank you.
شكرا شكرا رابح عزوق وفرقة الزرنا. اذا الفنان اللي كنت نتكلم عليه، اذا نستقبل معا المطرب محمد شرشلي. تفضل محمد شرشلي على سلامتك. هذه مدة ها حبينا نستضيفوك وراك جيتنا اليوم، نرحبوا بك ويعطيك الصحة لك في الهواء. الفضل يرجع لكم وهذا سرور بالكثير. الله يسلمك عمي محمد ويحفظكم. الله ينورك عمي محمد. ما جيت وحدك، عندك ضيف شرفي. عندي ضيف. شكون هو؟ دكتور بن برهم. اذا استقبل بن برهم مصطفى. تفضل مصطفى، هاو الميكرو تفضل. على سلامتك مصطفى، خذ الميكرو. نزيد نرحب بك كذلك ضيف شرفي نتاع اليوم لمحمد شرشلي. نشكرك لقبولك للدعوه مصطفى. في الحقيقه انا نشكركم. الله يسلمك. دوبلما في الحقيقه دوبلما، لان عمي محمد مغا ان اونور. موا كي نو سوي با دو سا جينيراسيون اولا. Et il me réconforte quelque part parce qu'il y a une continuité entre les générations. Hein, une vieille génération qui invite une génération un peu plus récente, ça ne peut être qu'un honneur pour moi. Okay. La charge est assez lourde. بارك الله فيك. على كل حال ما نتكلموا على العلاقه اللي عندك مع عمي محمد وزيدوا عمي محمد. علاش مصطفى؟ علاش هو ضيف الشرف نتاعك؟ عندي حاجه اللي عجبتني فيه بعد ما عرفوني به ناس، اتصلت به، لقيت حاجة اللي كنت شك راحت مفقودة. وشنو هذه الحاجة اللي كانت مفقودة؟ طبعا الأدب، الأخوة، الصدق، المخ. بارك الله فيك. شفت باللي انا تحسب لي، قلت لي للاسف الشيء هذا الى راح البلاد كامله تروح. يعطيك الصحه. يعطيك الصحه. تسمى دار لي شويه كورانج، قال لي لازمك شويه اراده ونرجع للميدان ونفد على روحك الغبار. يعطيك الصحة أبو محمد بارك الله فيك. على كل حال عادتنا في الحصان ما نتكلموش بزاف في البداية، نخليك تجيب لنا حويجة ونرجعوا نزيدوا نكتشفوك أكثر فأكثر. هذا أبو محمد. إذا أعطونا تصفيقة على محمد الشرشلي. رجعت كسيبو عيتني
جاتني عقبة وحده رمحبة الشوق والغربة في حالة صعبة الشمس تغرب في كوكبي ليل 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 أنا حبيبي عصبت حسابي لازم نسيبه لازم نسيبه We'll be right back.
حسران عليا مسعود فايد الخير موجود مزموعين جاه بعها رب المعبود يفتح باب المصمود فكنا سبيل بجاه بعها رب المعبود يفتح باب المصمود فكنا سبيل يا البهجة يا كرام القلب مريض من البهجة واصل يفتح باب السدود كله صديق يا البهجة يا كرام راح القلب مريض بنت البهجة ما صبت لي من نعيم يا البهجة يا كرام راح القلب مريض بنت البهجة ما صبت لي من نعيم اي الرب وعاد إن بعد وعاد إن عاشر الغير أهون على عاد حباب قلبي سقمي وطب جودو بقربي البعد مخشى عشر الغير عاون على إن قراب إن بعد إن عشر الغير عاون على شكرا أعطيك صحة يا محمد. محمد شرشالي بارك الله فيك. خدمت لنا واحد الشغل تقول فيه سيدي عزوز. درع اللوز احكي لنا شوية وشنو هذا سيدي عزوز شكونه؟ سيدي عزوز هذا ولي في الغرب. في الغرب الجزائري. فونتيار. أيوه. وكما الأولياء الصالحين دوك يزوروه بصح سيرت ماما تقول درع اللوز. خاطر كان على حسب ما سمعت كان تحت واحد اللوزة واللوزة تلقى عرف. ايوه يتسمى يبان شغل دراع صح سموه دراع اللوز بارك الله فيك عزيز دراع اللوز وشكون كتب هذا الشغل هذا؟ احمد عيدود مكني صبيحي احمد صبيحي احمد صبيحي باش ان شاء الله كاش نهار يكون هو ضيفنا في الحصه كتب بزاف بزاف كتب خاصه يا طمع طمع في الله اللي غناها بجمال عطيس وعنده بزاف شغالات غنى له عزيز رئيس وغنى له بزاف على كل حال المطربين عمي محمد عندك واحد كيش يقولوا ان بروغرام سبيسيال يعني يعني تخدم واحد الاغاني تولمك يعني كن نسمعوا محمد شرشاني عنده ان بروغرام بيان سبيسيفيك يعني شغالات اللي يولموك هكذا ولا لا يا شغل الجمهور ايوه انا نقول بزاف كثير نوع ولكن شغل الجمهور مش يعجبه صح صح ولكن مصطفى قلنا كلمة على هذا الستيل نتاع محمد شرشالي في الحقيقة عمي محمد كانت عنده واحد الكلمة شابة كان يقول لي عندي صوت مرخم مغضي سي فغي واحد النهار قدم لي على قاعدة مع العنق الله يرحمه افوا لي زاني 70 وين إلى يعني تبت الشيء الشعبي فينا الماء
Chabé, est-ce une question de voix? Est-ce une question de texte? Ou là, qu'il y a une sœur telle, c'est le Benna. Donc, Amin Mohamed va nous raconter l'anecdote, les Khadimil Ali. انا من قصار ان طونك والع كما الوالعين تاع هذيك الوقت هذيك حتى شفت هكذا شكون هذاك العنقه ولي ولا ركايبي راشو الله الله راح نهرب كان واحد شدني فقلي بلي راح نهرب دام معنا نسيبو خدي بنته ثاني عند الحاج محمد العنقه فقلي الحاج فقلي قال اسمع وليدي ما تحشمش عندك مستقبل تقرا العربية والرومية كنت أبدأ نقرا الرومية باش تكتب كتب الرومية بالعربية قلت ولي للأسف بابا ما قرانيش قال ما زوج كلاب كي تضرب الرومية نهضر منك بالأجنبية شدني من ودن منا قال لي يا وليدي نقول لك صح نوتيهم مليح قال لي ساجي با دافوار اون بال فوا يفو سافوار شونتي بارك الله 10 سنين من بعد باش فهمتها دحمان الله يرحمه الله يرحمه هكذا دار الحق على بها يعجب كاع الناس دحمان وبالك اللي عنده بلبل ما يعجبش البله يا للاسف السر هذا خذ ما عطاك الله سر. نعم هكذا صدق الله مولانا العظيم ما دامك تكلمت على ريو بارني على ريو ساندي على بالي بلي البدايه نتاعك مرتبطه شوية بحسين داي شوية بالكثير أيوة احكي لي شوية هذيك البداية كيفة لي زوني 61 جيت ندوز ستاج زعما بربو عليا لا ميدسين باش نولي عقاري ادخل بالزابور سي بون تكست ايوا المهم انا دخلت نقرا كيش مربي انا وكيش حاجة اخرى شنو هذا هذا ماشي شرشل العاصمة الطرولي تشد بلي كذا كانوا كاع ماشي ضاري لي لا جراند بوست بالميدي كذا تويست تويست هي الموسيقى انا سمعت في القراية دخلت الموسيقى هذه السبب سمعت في القراية الموسيقى برافو عليا انا ريبيتي مع مصغر كوميتي كارتي ريسات حباب من بالواحد بالزوج بالثلاثة 17000 18000 20000 الرشقه بال 20 دور و 40 دور على حساب حساب الوقت وعلى حساب الشيء على حساب شكون شكون جابو سي نورمال ابرونتي ونسجعوا تحت مع رجال ما شاء الله شكون لك حاب تذكروا اللي عاونك مثلا شيخك الشيخ عبد المجيد خوجا هو شيخي وخويا وحبيبي ومد لي واش عنده ما اللي خلاص قال لي شوف من جهه اخرى الى فالي نضيف حاجه زي ما يكفيش ما يكفيش خاطر هذيك الوقت كان عندنا واحد كانت عندي اراده اولا وما نحبش مثلا تمتي تاني انكدوت انا العجوزه اذكرها بالخير جابتي كوكو بار مناسبه دخل الدار براك تسردين مشوي اليوم ناكل سردين مشوي لازم من قبل اللي سمعت على نروح للريستورون ناكل خاطر ما تجي هذه يما انا جي كومبري باللي الشاب لازم يوض بفلو تجيبلو حاجة على حسابه وعلى حساب العصر على حساب على حساب الوقت باش باش هذا الفن هذا يقعد الكل فن يعني شوية على حساب على حساب الوقت جي كونتينيو حتى جاب ربي النهار اللي خرج من العاصمة مقادير مقادير وقعدت يعني هكذا في التعليم في العاصمة حتى لسنة حتى لسنة 77 77 باش وليت لشرشال باش وليت لشرشال ايوا في شرشال وين تعلمت وين شربت من العناصر الصحاح كان بالمناسبة نذكره الله يشافي ان شاء الله ان شاء الله شيخ عمر الزاهي حبيبي ودقمي شيخ ناس اللي عليه بزاف بزاف وبعض مشايخنا كي الموسيقيين كي قاموا بيا وعاونوني شافوني عندي رضا وترونكيل لاباس
الطبيعي كاع واش عنده كاع وشنو انسان صغير ما يمكنش يديفلوبي ديك الوقت صح ديك الشيء لازم يتجمر لازم يتجمر كي الواز كي يتجمر كما قال سي مصطفى الترخيم يفعل الترخيم تكون صح صح سمحوا لي بان نجمع نستخبر انا مثلا على هكا قلبي بعضهم هو نكمل زين انا وصلنا هذا ماشي هنا الترخيم يجي يعطيك صحة يعطيك صحة ابو محمد الدردشة معك شيقة جدا على كل حال مشاهدينا الكرام رايح نتابعوا الركن الاول في الحصة الا وهو ركن ديوان ركن ديوان يستضيف مساء اليوم شاعر شاب على كل حال اللي هو رشيد بن فريحة. على سلامتك رشيد. الله يسلمك. مرحبا بك معنا ويعطيك الصحة اللي جيت زرتنا في حصة فن بلادي. مرحبا بك مرة أخرى رشيد بن فريحة. على كل حال عندك زفة تكتب كلمات؟ عندي. أولا اسمح لي نشكركم بزاف على هذا الدعوة هذه. لا شكرا على وجهك. إن شاء الله من هذه ونال الانطلاقة تاعي. إن شاء الله. شحال عندك أنت تكتب رشيد؟ عندي نكتب حوالي واحد 12 سنة. الله يبارك. ونكتب في عدة مواضيع. من بينها؟ من بينها على الوطن، على البيئة، على الشباب، على الوئام، على الأم، على الوالدين، على كل حاجة يعني. حتى على الطبيعة، الزلزال، على الفيضانات، على كل يعني هذا هو لازم الفنان الشاعر ولا المغني لازم يعبر على إحساس وهذا الإحساس هذا يتبدل حسب الإنسان الفنان هذا كي يحس يعني يحس حاجة يكتب عليها لازم يعبر عليها. بارك الله فيك رشيد. ما تقولوش وش خيرت لنا اليوم في الحصة؟ خيرت لكم قصيدة يعني على البلاد على الجزائر الجزائر الوطن تاعنا. الله يبارك الله يبارك تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الجزائر زينة البلدان حبها ساكن في قلبي سقسي عليها ناس زمان يعطيوا لك الخبر يا حبيبي ماتوا عليها رجال ونسوان وانا فيها صابي ونحبي اليوم التاريخ عطى البرهان وما يعلم بها غير ربي فيها ملايين من الشبان ومانيش غلط في حسابي فيها من كل خير يا إنسان وعاشوا فيها أمي وأبي فيها الجبال بحور وويدان داير بها شرق وغربي فيها الصحراء غالية في الشان بغازها وبترولها يا صاحبي فيها السياحة في كل مكان ورمالها لون الذهبي بلاد سيدي عبد الرحمن وعليها نغني شعبي نبدأ بالعاصمة من بعد تبان فيها ماكلتي وشرابي القصبة ثم الميدان جيش التحرير كان يخبي من ليفي يلعي البنيان وعاود دور لصالومبي ريحة البهجة نشمها مزيان نعرفها درك كي جيبي اللي يشوف وهرني يبقى دهشان ياك غني عليها أحمد وهبي الله يرحمه ويرحم موتانا عيون الترك وغليزان قريت عليهم في كتابي كي نعمل دارة تلمسان تما نتفكر شبابي شوف بني صاف كي راهي الآن منظر خلاب ماهيش قربي تيزي وزود راع الميزان عندي فيهم نصيبي ديما زاهي ونبات شبعان وكرموس الهندي مطلوبي كي نروح لبجايا نولي فرحان أو قاس وتيشي على جنبي جيج اليوم أم العيان الزين والبها محبوبي قسمطينا ناس القومان المالوف هو سبابي اللي يزور القل اللي يزور سكيك داو القل يا فلان يشوف السواحل وغوابي عنابة داك البنيان جوزت فيها مكتوبي سطيف العالي وعين المال تم ديما مضربي فيها الأقارب والجيران وأرض جدودي ونسابي ومنطقة الوراس يا إخوان نعتز بها ومن واجبي خيش لعبتنا بالبيان والشاوي مفتاح بابي يعطيكم الصحة. بارك الله فيك رشيد. يعطيك الصحة. بارك الله فيك رشيد بن فريحة. إلى يومنا هذا واحد مازال ما غنى لك.
الى يومنا هذا مازال واحد ما غنى لي وان شاء الله يعني فيها ان شاء الله ان شاء الله قدام يكون فيها ان شاء الله يكونوا بالك يعني مطربين كي سون تيريسي يحبوا يقولوا كلامكم في كل ساعه في كل وقت. مرحبا بارك الله فيك رشيد يعطيك الصحه. اذا نرجع للاغنيه ودائما مع محمد شرشالي يعطينا تصفيق عليه. We'll be right back.
عاشت الحالة بحالها طالت وحسيت طالت وحسيت مني غرامة كميت ودسيت كميت ودسيت قلبي سرارها عمري ما وريت في قلبي سرارها عمري ما وريت عمري ما وريت روحي روحي استحلاك تروحي معك لوين تروحي تنقول هنيش يا يجي نهارها وإذا فليت وإذا فليت فليت كل حاجة في وقتها من صغري حبري سويت جمع زهرة بهدلها وعليها غنيت نجمة زهرة بلالا وعليها غنيت وعليها غنيت روحي يا روحي ما نسمح لك روحي معك وين تروحي تنقلني يا يجي نهارها وإذا فليت فليت وإذا فليت فليت كل حاجة في وقتها من صغري حبيت من صغري حبيت ما زهرة بهللا عليها غنيت عليها غنيت جما زهرة بهللا عليها غنيت عليها غنيت يا روحي روحي ما نسمح عليك معاك وين بروحي كاين الشمس كاين الغيام في نهار ضوء الليل ظلام لا الحمام رب السلام يا ليا لا الحمام رب السلام يا ليا كلها كلها غرام فيها بكا وابتسام والعام يشبه العام يا ليا الحمام رب سلام يا ليا لا الحمام رب سلام يا ليا ضعيف ضعيف وما يتلام ما يعيش طول دوام كل واحد يفوت ايام يا ليام يا الحمام رب السلام يا ليام يا الحمام رب السلام
علي مكتوبة بالزمان يا ليال ربي حاكم الحكم يا سيدي خير الأنام إن شاء الله ما نشوف سحام يا ليام سلام يا ليام اللي كنت غلام كاين الشمس كاين الغيام نهار ضو الليل ظلام يا ليام سلام يا ليام سلام يا ليام شحال بكات عياني يا اهلي كيف الليل يعطيك الصحة يا محمد بارك الله فيك يعطيك الصحة خدمت لنا زوج شغلات روحي ثم ليام نعم كلماتك وتلحينك نعم هكذا قل لي الكلام اللي تكتبوا القصيد اللي تعملوا واش تحكي فيه يعني تحكي التجربة نتاعك الاكسبيرونس تاعك اللي عشتها ولا تحكي يعني يعني تولم الاكسبيرونس تاع واحد اخرين تحب انت تعبر عليها كيفاش ترفد القلم وتكتب
اللي في الحقيقه ماهوش قصد يعني احبقوا باش نجيب على حكايه سيدي ميكل من التجربه نتاعك بالذات، ولكن سر تركيب الكلمات نحكي لك على جهه، بصح الكلام جهه اخرى، كلام جهه اخرى، يعني ما لازمش نفهموا الشيء اللي تقولوا ديريكتومون، لازم نشوفوا ديريكتومون، لازم نشوفوا كان بعض الصوالح نحس بهم ويضروني وماهمش ماهمش في القاعده، ماهمش في القاعده يضروني. يعني نحكيها حاجه اخرى، او نحكي لك مثلا على البحر، نحكي لك على الحوت، نجيب لك على الحوت تفهم باللي الحوت جاي من البحر. صح، بارك الله فيك. صح، ماشي حوت اللي نحكي عليه، حاجه واحده اخرى باش نزينوا، يعني نعطي له طبع يضرب في الودن، لازم نفوت هذيك الطريق. خويا مصطفى، الكلمات اللي يعبر بهم سي فريمون كيك شوز دو سامبل، يعني حاجه بسيطه ولكن المعنى نتاعها لو بروفون. عمي محمد القورقر يعني كاش وقع الاتصال بيني وبينو على باب الكلمه، حلاوه الكلمه والمعنى. نثبت كلمه حلوه نثبت لعمي محمد لعبد الرحمن مجذوب الله يرحمه، خبزه والقلب مشروح والضحك هو يدامو، خزار والكبش مذبوح، نتلذذ ما نستبن عظام. هذيك البنة هذيك ما نعرف اللي انتبهت ياسين عمي محمد قرح والحب يداويه. بارك الله فيك. مجروح ولكن ولا انتبهتوا يهضر غير على الحب. صح، نظن في السن اللي راهو فيه مازال يحب، يا حسره حتى نقول يا حسره يا حسره. ايوا، ونظن ان المخلوق مديور للحب اللي بريسك ميستيك فينا. رانا قريب ندخلوا في ابن عربي. شو رايك سي سيت بورتي بورتي ميستيك، يعني حلوة. محمد الشرشالي لازم نكتشفوا البيئه نتاعو باش نعرفوه هو يعني شخصيا، لازم انسان يعرف كيفاش عاش، كيفاش لا سونسيبيليتي نتاعو بارابور نو سولمون الفيكو نتاعو، الشيء اللي عاشو وكذاك المحيط اللي عاش فيه. ابسوليمون هكذا اوم ليبر تو شيغيغ على مير. بارك الله فيك، بارك الله فيك. عمي محمد تحب بزاف البحر، يعني انت في الاخر تاعك شاك فوا تجبد البحر تجبد البحر، علاش؟ علاش؟ لان شرشال من فيل كوتيغ يعني مدينه ساحليه، ولا تحب البحر حكمه هكذا كبرت؟ البحر اولا طبيعي في حكمه كما الناس، يعني ساكن في الصحراء مثلا يجي الصيف ما يعرفش يسمي شاو في رميله نتاع البحر، يجي عنده رميله. صح، عنده جمله. صح، عنده سخانه، فهذيك النسمه نتاع البحر شيء عظيم، وبزاف علماء تخلوا من البحر والفن هذا خرج من ذاك الماء، ذاك الجو هذاك. بارك الله فيك. هذوك القطرات والبحر سي كي شوز دو رومانتيك اللي سيلونسيو، فيشحطك يعطيك مكفي كاش ريح ولا موجه ولا ببخاخه، بالبخاخ يطرمشك حتى يرشك، وساعات يخلوك. صح، عمي محمد بارك الله فيك. شكون هما الشعراء اللي تاثرت بهم، يعني الشعراء اللي كتبوا القصيد اللي تاثرت بهم بزاف؟ على القدامى ولا القدامى، وجدد على بالي احمد صبيحي، انا قلتها ونعاودها ان شاء الله يكون ضيفنا ان شاء الله في كاش عن قريب. ماذا بنا قدامى اولا، لانك نحكي عليك من البدايه حتى هكذا حتى اليوم، شكون هما اللي تاثرت بهم؟ اولا شيخ النجار، شيخ النجار طريفه. ايوا، بالقول نتاعو طريفه وغمق. صح، ماشي من ولا اللي يفهم بصح لو بوا يدور تاع الكلمه. صح، قدر العالمي
هي كلام ثقيل خاطر علاش دكس بزاف ولازم لك باش تقول البيت نتاع قدور سيدي قدور العالمي على كل حال عندهم مشاحط عندهم مشاحط مزيه الشيخ اللي نبهوني على كل ماشي وحدي يعني اتصلت بهذا الشيء هذا حتى الناس نبهوني كي بديت نترخم شويه بديت نفيق بعدها لازم تعمر فمك باش تقول البيت يديرك سبوك كما يقول واحد الرشيد نسيبو عليه يذكر بالخير يقول ميترا تاع كلمات في نص ميترا موسيقى هذا العالمي غامق تربيسون نقول بيبليوتاك واسترونوم فدير عنده موهبه هذو المشايخ كاع بن مسايب سيدي الخضر بن خلوف بن طريكي بن سهله الى اخره المغراوي رئيس الكلان قعدوا عندهم صح برمي او شوف الكلام راك ديجا تخدم فيها الصناعه برمي او انت يوم صح كاين بارتيكولاريتي خصوصيه كل واحد بن سليمان ام الجار تليف وفي الشحت في المشاحت كما نقولوا في المشيخة في المليون المشاحت ترك انا اخويا ياسين كنت جنتيما ايش حق عليك انا جيت دست مالا قالوا لا ما شفتكش بالك انت ترقع ما شفتوش بي كذا واش بي كذا سي ان بو اغريسيف هذا يدخل واحد واتاك هذه الكلمات كي الحديد هذا اثر فيا وكنت نحب الصبغه نحب الصبغه حتى نهار اللي لقاني بربي بحمد التسبيحي هذا سي غراس ا لي كوش كوني لو فوكابيلار عرب الحمد لله غراس ا لي مانايا قلت علاش طرحت عليك هذا السؤال نتاع الشيوخه لانه باش نشوفوا يعني الشخصيه نتاعك في الكتابه نتاعك لانه كي نسمعوا الكلام نتاعك نعرفوك بلي تو سيليكتيف انت تخير بزاف تخير بزاف غربل يعني هذه حبيت نعرف شكون هي السورس ديسبيراسيون نتاعك الشيء اللي تحب تسمعوه باش من بعد انت باش تعبر اولا لازم نشوفوا قبل ما نسمعوا خاطر كي نشوف نحقق خير ونعرف واش نقول ومن بعد نسمع ومن بعد نعاود نسير نطلع طلع مليح 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 حتى كي نفيق وراء قاصد نكملوا بالبحر سيد البحر نكملوا من تما ندخلوا على البحر البحر عنده هدات عنده يعطيك الصحة محمد بارك الله فيك. إذا مشاهدينا الكرام نروح نتابع الركن الثاني اللي هو تاريخ شيخنا. اليوم رانا مع ضيوف جاونا من شرشان ماذا بينا نقعدوا في مدينة شرشان ونتكلموا على عملاق موسيقي استام بونجونيست يلعب آلة البونجو ألا وهو قدور شرشاني رشيد العمارة معروف باسم عبد القادر بهراوة اسمه الحقيقي هذا اسمه الحقيقي الاسم الفني هو قدور شرشاني من مواليد سنة 1911 بالقصبة بالجزائر العاصمة هو صغير على كل حال درس في المساجد تاع القصبة القرآن ثم درس يعني المدارس الابتدائية كعامة يعني دراية صغار تاع ليبوك الآلة الأولى اللي بدأ يتعلم بها هي لاموندولين بعد ما تعلم بلاموندولين هو صغير زاد مشى يتعلم البونجو مع المساغر تاع الحومة وكلش بدأ يتعلم البونجو اللي ولع فيه